بالنسبه لي ماتش الاهلي ده بالنسبه لي حياه، يعني حياه وموت. مجهز دبابيسك معاك. انا بكره النادي الاهلي قوي يا كابتن، ما بتكره؟ بحبوش، ما بحبش النادي الاهلي، مش لا ما بحبش العناصر. غير التعبير ده، قول 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 لا بتحب تكسبه. انا بكره، لا بكره النادي الاهلي بكره. بتكرهه؟ اه بس ده تعبير عادي مش مشكله، انا بحترمه جدا، بس انا بكرهه، ما يعني ما بحبوش يكسب، ما ببقى اه متضايق. ماشي، ممكن ما تحبوش تكسب، ما يحبوش تكسب، مش مش عايزه مجمل يكسب، الكلام قوي. عمره ما يكسب. اه يا رب عمره ما يكسب.